إذا الإخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم طاطا سيكل. كيما ديما اليوم جا الكوبتر كاسك ال اس 2، شي حاجة مزيانة جريناردو، فيه لي فلو من هنايا حتى من هاد الجهة، شي حاجة مزيانة لي فلو من اللور، كيجي على هاد الديزاين هذا من اللور. فيه هاد الشبكة هادي كيما كتشوفو كتنفس كتحل وكتسد. بالنسبة للفيزير ديالو ماشي بحال لي كاسك الاخرين، كتجي على النيفو ديال الكاسك، يعني هابطة على الوجه، شي حاجة مزيانة هابطة مزيان طويلة. وفيه حتى الدوبل فيزير، فيه الدوبل فيزير من هنا، شي حاجة كاليتي اللي بغا يركب البلوتوث راه كيركب ساهل، دغيا تحل ودغيا تسد بلاصتو، مبطن مزيان من الداخل كاليتي. بالنسبة للكولور فيه هاد الجريناردو كيجي سامبل، فيه الكحل الوسط وجريناردو سامبل، وفيه هاد اللون هذا، فيه الميليتير من هنايا خضر، وفيه لورونج ضربة ال اس 2 نفس الديزاين ديال الاخر. وهذا بالنسبة للثمن، كما ديما ثمن الشينوا في المغرب، الثمن ديال الكوبتر ال اس 2 فقط 930 درهم، 930 درهم ثمن كاسك بروفيسيونيل، شي حاجة مزيانة. وجا كذلك فيرسو، جا في المات، تا هو نفس الديزاين ديالو، نفس الفيزير تقريبا بحال بحال، تا هو هابط، غير هو كيجي سامبل، كله كحل مات، دير فلاو ما فيهش من الفوق، فيه من هنايا، وفيه وحدة هنا. بالنسبة للدوبل فيزير كتهبط من هنا، من هاد البياس هادي. تا هو كاليتي الكاسك، تا هو البلوتوث تا هو دغيا كيركب. فيه هاد الساقطة هادي شي حاجة مزيانة، هذا هو الديزاين ديالو. بالنسبة للكولور تا هو فيه هاد اللون هذا، وفيه الجريناردو، جريناردو تا هو سامبل. بالنسبة لهذا اشنو الفرق ما بين هذا وهذا؟ هذا تقدر تركب ليه هاد البياسة هادي، كتجي معاه هي هادي، كتجي مع الفيزير ديالو وكتجي مع البياسة زايدة. هادي كتجي على هاد الشكل هذا، الناس اللي مبغاوش الدجاجة كتجي على هاد الديزاين هذا، كتحيد الدجاجة وكتركب هاديك البياسة صافي، كتخلي غير النضيدرات، شي حاجة كيجي كلاسيك مزيان مخير. هذا بالنسبة للثمن ديال هاد فيرسو، هذا لا في الجريناردو ولا في الكحلمات، دجاجة ومعاه هاد البياسة هادي، فقط الثمن ديالو كيما ديما 1000 درهم، ثمن الشينوا في المغرب اللي خصها شي حاجه. مرحبا بكم، بالنسبه للتوصيل راه كاين جميع المدن المغربيه، اي مدينه كنتي فيها راه نصيفطوا لك، ما كاينش المشكل. اللي خصها شي حاجه مرحبا بكم في قناتكم طاطا سيكل.